القصر الرئاسي بالعاصمة الغابونية ليبروفيل، حيث أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مباحثات مع فخامة السيد علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون. وشكلت هذه المباحثات التي توسعت لتشمل بعد ذلك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية الغابونية السيدة يولاند نيوندا والأمين العام لرئاسة جمهورية الغابون السيد جون إيف تيال، مناسبة للتأكيد على أهمية العلاقات العميقة والغنية والمتينة المتجذرة بين المغرب والغابون، وكذا أواصر الأخوة والتضامن القوية القائمة بين شعبي البلدين. وخلال هذه المباحثات استعرض جلالة الملك حفظه الله والرئيس الغابوني وضع الشراكة الثنائية في جميع المجالات. إثر ذلك أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بحضور رئيس الجمهورية الغابونية على تسليم هبة تتكون من 2000 طن من الأسمدة، وتندرج هذه المبادرة التضامنية في إطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية الفلاحين الغابونيين، ولا سيما في ظل السياق الحالي الذي يتميز بالأزمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالأسمدة. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية سيتم في أعقاب هذه العملية اتخاذ إجراءات هيكلية تمكن من تسهيل ولوج الفلاحين في هذا البلد الشقيق إلى أسمدة ذات جودة وأسعار مقبولة يتم ملائمتها خصيصا لتناسب حاجيات التربة والزراعات بالمنطقة.